وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء في برنامج بيت العيله. اليوم بدنا نحكي عن الحياه الجامعيه مع الطلاب من سنه اولى الى السنوات اللي بعدها. شو واجهوا بالجامعه؟ الامتحانات كانت صعبه ولا سهله؟ شو تغير فيهم؟ خليكم معنا، شكرا لكم. عم بيحكوا انها احلى مرحله بحياه الانسان، يعني زي ما عرفنا انه صراحه هي حلوه، بس انه الا في يعني منغصات زي واجبات، امتحانات، اشياء زي هيك، بس يعني شو، وانه حلوه، يعني انه بتسمح لك فرصه تتعرف على ناس اكثر، انه بصير عندك خبرات، بتقوي شخصيتك كثير، بصير اشياء يعني في حياتك او في الحياه الجامعيه مواقف بتعلمك اشياء كثير. هالخمس سنين اللي قضيتها بالهندسه، احكي لنا شو التجارب اللي صارت معك، كيف الاجيال بهالخمس سنين اختلفت من ناحيه التفكير، من ناحيه الدراسه، من ناحيه كل شيء انت بتجربتك صار معك. بالنسبة لي كمحمود، كل سنة عن سنة تانية الجيل بيختلف، من ناحية بصير ما في علاقات أكبر بين الدفعة نفسها. يعني إحنا بتذكر على دفعتنا يعني كثير كان نعمل أنشطة لنفس الدفعة، كثير كنا مثل العيلة الوحدة، لكن حاليا الجيل صار يتجه بس للناحية الأكاديمية. بس إجمالا يعني هم شوي يعني انفولف بالسوشيال ميديا أكثر منا، يعني مش مهتم، مش مركزين كثير بدراسة، عايشين هيك وهيك بس، يعني انه كثير بختلط فيهم صراحه، يعني اغلبهم قريبين من عمري. يعني بشكل عام هي حياتها حلوه، بس انه كدراسه انها توجيه اثنين، توجيهي واصعب من التوجيهي. يعني اللي قال لك ادخل الجامعه بترتاح حكي فاضي. حلوه كثير الحياه الجامعيه وهيك، بتختلف عن المدرسه بكثير، انه كدراسه كشمات هواء. احنا اصلا بنيجي بننبسط بس، والدراسه شوي بدها يعني. بس بالنسبة للحياة يعني جمعية، يعني أنا الحمد لله من المحاضرة للدار، يعني ما في عندي هيك ولا هيك، ممكن أقعد مع الشباب الكافتيرية ناكل شوي نعمل بس، هاي بروح بس بشكل عام يعني الحمد لله راضي اللي ربي كتب لي اياه. طبعا حياة الجامعة مش سهلة، صعبة، في صعوبات رح تواجهوها وتحديات، مثلا الدراسة مش سهلة. حلوة هي بشكل عام إنه تعرفنا على شخصيات جديدة. أول إشي أكل هون كتير زاكي كتير، ودراسة يعني التوجيه طلع أسهل مرحلة بحياتنا، هيك طلعت الجامعة إشي فخ يعني إيش أحكي. بس والله الحياة الجامعية يعني كثير كويسة، تعرفنا على ناس جداد، حياة يعني كثير حلوة بالجامعة، ودكاترة كثير مناح يعني وكويسين. هي حلوة ومحاضر، يعني المحاضرات اللي بناخذها تختلف تماما عن الحصص المدرسيه. هلا مبدئيا حياه طبيعيه عادي، بس انه بتختلف عن روتين المدرسه، روتين دوام يومي، وانه فيها يعني شكل ثاني، روتين ثاني لدوام طلاب طالبات، حياه اجتماعيه شباب بنات، يعني حياه تثقيفيه. هلا حياه الجامعه حلوه تمام، بس انه هي تعب، يعني حكيت احنا طلعنا من التوجيه على اساس انه حنرتاح، بس انه لا يعني هنا عم نعاني بالامتحانات، وان شاء الله خير يعني عادي، انه بدها دراسه، بدها انه شده حيل.